الكتب في العقيدة الصحيحة ولله الحمد كثيرة ووافرة وموجودة، أعظمها كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو المرجع في العقيدة وفي غيرها، كذلك بعد القرآن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته والأحاديث الصحيحة الواردة عنه، وكذلك المؤلفات في العقيدة الصحيحة مثل مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، منها العقيدة الواسطية من هذه المجموعة لشيخ الإسلام ابن تيمية، العقيدة التي شملت أبواب العقيدة وما يجب أن يكون عليه المسلمون فيما بينهم، ومنها كتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في توحيد العبادة والنهي عن الشرك والنهي عما يؤثر على عقيدة التوحيد من الكتاب والسنة، كل أبوابه مبنية على الكتاب والسنة، آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن علماء الأمة، فهذه كتب عظيمة يجب الرجوع إليها ودراستها وتدريسها، وهي ولله الحمد موجودة في مدارسنا وجامعاتنا من الابتداء إلى الدراسات العليا، موجودة في المقررات.